بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلبة الثالثة ثانوي، أهلا بيكم. دي حصة الأسبوع اللي احنا بنراجع فيها homework الأسبوع ده. كنا شرحنا إيه الأسبوع ده؟ كنا بدأنا في الكوانتيتيف أناليسيس، بدأنا في جزء الفيدباك، وقلنا إن الهومورك مبالغ فيه قوي، وبعت لك بيبر فيها جاست الأرقام اللي هتحلها. كل القوانين اللي انا شرحتها لك في الفيدباك هنحتاجها على مدار السنة، فبعضكم مش هيذاكرها كويس بسبب الاجزام اللي عندنا. انا بقول لك مش مشكلة. ليه بقى؟ لان انا اي لو منهم، اي قانون منهم انا هحتاجه قدام هشرحه لك تاني. انا بس كل همي عايزك تركز لي في الاجزام شابتر 1 شابتر 2 لغاية بيج 18، تمام؟ فانا دلوقتي هراجع معاك على اهم اسئله هوم ورك الفيدباك فقط اللي انا هحتاجها، لان بصراحه الهوم ورك جامد جدا، وانا هنقي الحاجات اللي احنا عايزينها بس او الحاجات المهمه بس. اما جزء الفوليومتريك اناليسيس اللي احنا بدانا فيه، انا ما اديتش فيه هوم ورك. ده هنخلصه الحصه الجايه، وهناخد الهوم ورك بتاعه الحصه الجايه. افتح الورك بوك بتاعك. اول تشوز عايز اتكلم معاك فيها بيقول لي الوان مول aluminum 3 plus هيحتاج كم مول الكترونز عشان يدي 1 مول aluminum atom؟ بص يا حبيبي، ال 1 مول aluminum 3 plus ال 1 مول عشان يتحول الى 1 مول aluminum atom، اكيد يا مستر هيحتاج كم الكترونز؟ هيحتاج 3 مولز الكترونز. ليه بقى؟ اصل انا عندي 3 بلس، عشان اكنسل ال 3 بلس دول محتاج 3 مولز الكترونز ماينس. فالاجابه بقول له 3 مولز. طبعا الفكره دي شغلنا الشاغل في شابتر 4 ان شاء الله. شابتر 4 كله لوز وجين والكترونز، وازاي احول اين لاتوم وهكذا. وبناء عليه يبقى ال 1 مول من الزنك 2 بلس هيحتاج 2 مولز الكترونز عشان يتحول لزنك 0، وال 1 مول سيلفر بلس اكيد هيحتاج 1 مول الكترونز، تمام. كنسل لي السؤال ايه على طول. اي سؤال هتلاقيه احمر عندي كده كنسل، كنسل بدون تردد. انا قلت لك عايز اعمل كونسنتريشن على المفيد بس. الهوم ورك ده جامد جدا على جزء الفيدباك، احنا بس عايزين نركز في اللي احنا عايزينه بس. فالسؤال اللي هتلاقينا عامله كده لو سمحت كنسل لي السؤال ده، تمام. خد دي، بيقول لي اف ميتال ام فورم كومباوند، ميتال ام عمل كومباوند، الفورمولا بتاعته بيقول لي ام سي ال 2. خلي بالك انا عارف ان سي ال 1، يبقى اكيد ال 2 دي بتاعت مين؟ بتاعت الام. يعني من المنظر ده انا عرفت ان الفيلنس بتاعت الام ايكوال 2. بيقول لي هذا الام اتحد، بيقول لي الام لما بيمسك في السي ال بيدي ام سي ال 2، وفهمت من كده ان فيلنس الام ايكوال 2. بيقول لي والفوسفوريك اسيد، والفوسفوريك اسيد دي الفورمولا بتاعته. طبعا ال 3 دي بتاعت مين؟ بتاعت الفوسفيت، وفهمت من كده ان الفالنسي بتاع الفوسفيت ايكوال 3. بيقول لي يبقى الفوسفيت بتاع هذا الميتال، يعني ايه يا مستر فوسفيت هذا الميتال؟ يعني هذا الميتال لما يمسك في فوسفيت الام قلنا ب 2، والفوسفيت اهي عرفناها ب 3، يبقى هتبقى الصيغة M3PO4O2. ايه المشكلة؟ M3PO4O2. تاني كده، يبقى انا عرفت ان الام الفالنسي 2 ليه؟ من المقص بتاع تالتة اعدادي. يس، مقص تالتة اعدادي، ها بيقول ان فالنسي الحاجة دي بتاع الحاجة دي، وفالنسي دي بيكتب هنا، يعني ام تحتها واحد يعني السي ال بواحد، سي ال تحتها باتنين يعني الام الفالنسي 2، اتش 3 بي او 4 يعني الفوسفيت الفالنسي 3. يبقى الام لما يجي يمسك في الفوسفيت
الام ب2 تتكتب تحت الفوسفيت، والفوسفيت ب3 تتكتب تحت الام. تمام. امسك يا سيدي، الغى على طول. انا مش محمره ليه السؤال ده؟ بص يا حبيبي، شايف السؤال ده؟ الغي اهو، على مسؤوليه الكلام ده، الغي السؤال ده. تمام. يس. جاست الاسئله اللي علمت لك عليها بس هتحلها، دي اللي انا محتاجها بنسبه 100%. يعني حتى السؤال اللي انا محتاجه بنسبه 1% انا طلبتك بيه، اما السؤال اللي اوت خالص انا شلته. عايزين نركز، 1 في الاكزام، 2 في درس الفوليومتر. لما ناخد بقى درس الفوليومتريك اناليسيس، ولما ناخد درس الجرافيمتريك اناليسيس، هتلاقي الهوم ورك بالكامل انت مطالب بيه. تمام. كنسل 13، مش هتكلم عن نمبر اوف اتومز خالص. 15 كنسلها. يا مستر في ايه يا حبيبي؟ انا عارف انا بقول لك ايه، وقتك خساره عندي، مش عايز اضيع لك دقيقه في حاجه مش هتفيدني. يس. احنا قلنا في بيبر، في بيبر كاتبين لك فيها ارقام الاسئله هتحلها بس، ودي اللي انا هرجعها. لا دي نقف عندها. ليه بقى؟ لان احنا قلنا اللو بتاع المولاريتي مهم جدا، ولما اخلص حل الاسئله دي هعمل لك ملخص تاني لاهم قوانين الفيدباك اللي انت تهتمين لي بيها وبس. تمام. بص يا سيدي، في البروبلم دي بيقول لي a student dissolves 25 جرام ودماس من هذه الماده اللي هي المغنيسيوم كلورايد، دوبها 500 سنتيمتر كيوب وذا فوليوم. What is the concentration؟ عايز الكونسنتريشن واليونت مولر. كل الرغي اللي برغيه ده ولا يشغلك، ده رغي بنك المعرفه ملوش لازمه عندي. انا كل اللي عرفته ايه؟ بروبلم ما فيهاش ايكويشن، هل فيها رياكشن؟ لا. عايز الكونسنتريشن بتاع سولوشن. طيب انا مش عارف احل. طالما مش عارف تحل، دور كده في دماغك على اللو بتاع الكونسنتريشن. الكونسنتريشن بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم اللي لازم يكون لتر. تعال نغير لون القلم. هو عايز الكونسنتريشن. الفوليوم قال لي 500 بس ملي سنتيمتر كيوب، لازم نحولها لليتر، يبقى ديفايدد 1000. طب فين يا مستر النمبر اوف مولز؟ مش مديني النمبر اوف مولز. طب هو مديك ماس، واحنا قلنا لما يديلك ماس وعايز النمبر اوف مولز، فانت بتقسم الماس على المولر ماس للماده اللي بيشتغل عليها اللي هي ال MgCl2. لما يديني ماس وعايز المولر ماس، ام سوري، لما يديني ماس وعايز النمبر اوف مولز، بقسم الماس على المولر ماس. يبقى انا كنت بحل عادي، لقيت نفسي مش عندي النمبر اوف مولز، دورت في البروبلم لقيت عندي ماس، وقفت الحل هنا وعملت لنفسي زي درافت كده عشان اجيب النمبر اوف مولز. النمبر اوف مولز اللي انا عايزها هتساوي الماس اللي هي 25 على المولر ماس للام جي سي ال 2. اوكي، الام جي سي ال 2 هيقول لك الام جي ب 24 والسي ال قال ب 35.5، كده اقدر اجيب النمبر اوف مولز. بعد ما تطلع النمبر اوف مولز اعوض بيها هنا، كده انا جبت الكونسنتريشن، بس ما تنساش الرقم اللي هيطلع بكتب مولر، المفروض يطلع الرقم ده. عايز كونسنتريشن بس مديني ماس دابت في فوليوم معين. كونسنتريشن بيساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم. حلو، عندي الفوليوم وقسمته على 1000، فين النمبر اوف مولز؟ روح واخد خدت الماس اللي هو مديها لي دي، قسمتها على المولر ماس للماده، للماده اللي بيسال عنها، طلعت النمبر اوف مولز. تمام. اوكي،
برضه هحلل لك دي عشان بنك المعرفة راغي فيها كتير، وهي أصلا فكرتها سهلة، بس هحلها ليه؟ هحلها علشان دي على قانون الكونسنتريشن. احنا قلنا قانون الكونسنتريشن وقانون النمبر اوف مولز حاجة مهمة جدا في المنهج بتاعنا. بيرغي بيقول لي ان البلاد شوجر كونسنتريشن ميجرز ذا نمبر اوف ميلي جرامز جلوكوز، ومديني الجلوكوز اهو اللي موجودة في كل 100 ملي من دم الانسان. طيب حلو قوي السطرين دول، معلومة حلوة، ولكن انا مش محتاجها في الحل. ليه بقى؟ بص يا سيدي، بيقول لي البلاد شوجر ليفل فور ان افريج ادلت، احد البالغين، نسبة السكر لقوها اقل من 125 ملي جرام، خلي بالك، ملي جرام اوف جلوكوز. وات از ذا كونسنتريشن اوف ذس؟ خلاص شايف السطر ده اهو، ولكنه كاتبه ده رغي بنك المعرفة. يعني يا مستر البروبلم بتاعتنا اهي، البروبلم بتاعتنا اهي جوه السيركل دي، لقيته بيقول لي عايز كونسنتريشن. طب ايه المشكلة؟ الكونسنتريشن بتاع اي سولوشن النمبر اوف مولز على الفوليوم اللي لازم يكون لتر. هو عايز الكونسنتريشن، طب فين الفوليوم؟ فين الفوليوم؟ هو بيقيس في نسبة كام؟ 100 ملي. هو قال لك لقيناه 125 جرام، طب فين الفوليوم؟ قال لي عليه هنا اهو، قال لي هو لما بيجي يحسب نسبة السكر بيدور على النسبة في كل 100 ملي. يعني الفوليوم 100 ملي بس يقسم على 1000 علشان تبقى لتر. الله، طب فين النمبر اوف مولز؟ ده نفس مشكلة المسألة اللي فاتت. عايز تجيب مولاريتي، عندك فوليوم ما عندكش نمبر اوف مولز في الدرافت دي، تجيب النمبر اوف مولز ازاي؟ النمبر اوف مولز بتساوي الماس على المولر ماس للمادة. مين المادة؟ سي 6 اتش 12 او 6. تمام، الماس خلي بالك قال لي 125 بس ايه؟ ملي جرام. احنا عندنا الماس شغالة بالملي جرام في اللو ده ولا شغالة بالجرام؟ اللو ده يا جماعة شغال ايه؟ بجرام. الماس والمولر ماس شغالين بالجرام، فلازم احول من ملي جرام لجرام. طبعا الجرام فيه 100 ملي جرام، يعني ال 125 دي المفروض ديفايدد 100 عشان اخليها جرام. نادرا ما هتقابلنا تحويله بالشكل ده في منهجنا، بس هو ده بنك المعرفه، مديها لي بالملي جرام خليتها جرام، هشتغل عادي بقى. المولر ماس بتاعت الجلوكوز 6 تايمز 12 بلس 12 اتش بلس 6 تايمز 16، بعد ما تطلع النمبر اوف مولز عوض بيها هنا، خلصنا. امسك. اوكي. لا كبر دماغك، انا مش هحل غير اللي قلت لك عليه فقط حبيبي. تمام، سواء انا عامل على السؤال احمر او مش عامل احمر، طالما مش كاتب لك رقمه ما تحلهوش. ومره تانية الناس الحبايب اللي عندي في السنتر، انت اي سؤال بيقف معاك ما تبعتوش على جروب الواتس. جروب الواتس لطلبة الاونلاين بس، انت معايا في السنتر، انت افيد لك بكتير انك انت تسالني وجها لوجه. احنا عاملين جروب الواتساب للناس اللي مكانها بعيد او اللي بياخد اونلاين، فهو مضطر يسال على جروب الواتساب. لكن انت بعد اذنك طول ما انت في السنتر سؤالك يكون في السنتر، انا معاك. بعد الحصه ما بتخلص انا بقعد، اسالني يا رب تسالني في المنهج كله. اوكي، ولا محتاجين الكلام ده، بلغت انا في الهوم ورك ده شويه، معلش. خلاص ركز بس معايا في الارقام اللي انا قلتها وبس. تمام، خد دي عشان مرتبطه بشابتر 1.
بيقول لك what is the number of iron disulfide، يعني FeS. الايرن داي سلفايد خط كبير شوية، الايرن داي سلفايد FeS. يعني عشان تعمل موليكول ايرن داي سلفايد عايز واحد Fe مع واحد S، لان الفالنس 2 مع 2 طاروا مع بعض. Which can be obtained from 1 mole of magnetic iron oxide. الله، مش هو الماجنتيك ايرون اوكسايد ده ال 1 مول Fe3O4؟ يعني ال 1 مول من المادة دي في 3 Fe، وال 1 مول ايرون دايسلفايد عايز واحدة Fe. يعني المول من المادة دي يعمل 3 من المادة دي. اصل المول ماجنتيك ايرون اوكسايد في 3Fe، والواحد ايرون داي سلفايد في واحدة Fe، بل واحد من ده يعمل 3 من ده، ولا ايه؟ اهو انا حتى اشرح لك في الجايد انسر بنفس الطريقة. تمام، اوكي. عايز اشتغل لك دي، تمام، بس عايز اوسع لنفسي. ليه عايز اشتغل لك دي؟ علشان دي شغالة على البيرسنت، على الويت بيرسنت، واحنا هنحتاج الويت بيرسنت في الحصة اللي جاية على طول. انا عايز ابعد الانسر، عايز اشرحها لك خطوة خطوة. بص يا سيدي، اوكي، بيقول لي احنا جبنا 3 جرامز 3 جرامز تمام امبيور سامبل. وكلمة impure sample قلت لك أول ما تقابلك يعني make it sure. impure sample of magnesium يعني تخيل كده معايا، التلاتة جرام دول هل magnesium وبس؟ لا، دول magnesium ومعاهم impurities شوائب. بيقول لي 3 grams of magnesium Mg24 produces 2.24 liter من الهيدروجين غاز. 2.24 liters من الهيدروجين غاز at STP. When it react with excess diluted HCl. يعني عايز يقول لك ايه؟ لما حط HCl هنا حصل رياكشن. فلما حصل رياكشن ما بينهم طلع هيدروجين جاز، الفوليوم بتاعه قالك عليه. انت عايز ايه؟ عايز البرسنت، عايز الويت برسنت تحت المغنيسيوم. يس، عايز يعرف نسبة المغنيسيوم كام. هل التلاتة جرام دي مغنيسيوم وبس؟ لا، دي مغنيسيوم وشوائب. عايز اعرف البرسنت بتاعت المغنيسيوم. لو انا عرفت ماس المغنيسيوم هقسم على التوتال ماس واضرب في 100. يس، استنى كده عشان اوسع لنفسي. يبقى انا علشان اعرف البرسنت بتاعت المغنيسيوم، تعال نمشي ورا القانون. عشان اقدر احسب البرسنت بتاعت ماده لازم احسب الماس بتاعت الماده دي على التوتال ماس واضرب في 100. غير لون القلم. المين انون عايز برسنت الام جي. التوتال ماس 3. طب فين ماس المغنيسيوم؟ هعرفها منين؟ اعمل نفسك درافت كده. لو انا معايا ماس المغنيسيوم هقسم على 3 واضرب في 100 خلصت. تتجاب منين؟ انا لما قريت البروبلم حسيت ان في ايكويشن. ليه؟ لان قالك it react، it اللي هو الام جي، react يعني plus diluted HCl، فبيقول لك طلع مين؟ طلع هيدروجين. قالها لك في الاول اهو. طالما صياغة البروبلم بتقول ان في equation، يبقى نكتب الايكويشن. الايكويشن الام جي plus الHCl. طبعا الام جي هيطرد الH وهياخد منه CL يديني MgCl2، وادي الهيدروجين جاز هيطرد. اوزن، اوعى تقابلك equation في problem ما توزنهاش.
ام جي واحدة ام جي واحدة، سي ال واحدة لكن دول اتنين، فعملت كده الاتش اتنين الاتش اتنين اتظبطت. احنا قلنا البروبلم اللي حلها معتمد على ايكويشن، ودي هنتدرب عليها جامد في درس الجرافيمتريك اناليسيس. يعني انا كان نفسي وانا بشرح لك الفيدباك ما اشرح لكش الفكره دي دلوقتي عشان مابقاش تقيل على دماغك، ولكن اللي حصل يعني انا شرحت لك كل حاجه، فبعض الناس دماغها ما تحملتش كل الكم ده، لان القوانين اللي شرحت لك في الفيدباك دي كنت بتاخدها في يونت كامله في اولى ثانوي تقريبا، شرحت لك في ساعه. فازاي بنحل البروبلم لو فيها ايكويشن؟ ده اللي هنتدرب عليه في جزء الجرافيمتريك اناليسيس. بس خلينا احل لك المساله دي، افكرك تاني ازاي لما يكون البروبلم فيها ايكويشن اعرف ان فيها ايكويشن وازاي بحلها. انا عرفت ازاي ان في ايكويشن، قال لي حاجه رياكت مع حاجه فطلع حاجه. بعد ما اكتب الايكويشن واوزنها بحدد المادتين اللي المساله شغاله عليهم. بعد ما تكتب الايكويشن وتوزنها حط ريكتانجلز على المادتين اللي المساله شغاله عليهم، ماده بيسال عليها وماده مديها لك. مين اللي بيسال عليها؟ المغنيسيوم. حطها لي في سكوير كده بعد الوزن. طب مين الماده اللي مديها لي جيفن؟ هو الرقم ده مش عن الهيدروجين برضو؟ يبقى الماده اللي اديها لي جيفن مين؟ الهيدروجين. طب وبعدين يا مستر؟ ده احنا عايزين الماس بتاعت المغنيسيوم اللي طلعت الرقم ده. الاول تبص على الايكويشن كم مول دول؟ واحد. اقول له ان الواحد مول من المغنيسيوم يقدر يطلع كام دول؟ واحد مول من هذا الغاز. شايف الماس دي؟ دي اللي عايز اعرفها. انا عايز اعرف كام جرام مغنيسيوم كان موجود جوه العينه دي طلع لي الرقم ده. عايز اعرف كام جرام مغنيسيوم طلع لي 2.24 لتر. استنى بقى، اوعى تعمل كروس مالتيبليكيشن غير لما اتاكد ان اليونت دي زي دي. هل الجرام هو هو المول؟ لا، احول المول لجرام، اجيب المولر ماس للمغنيسيوم 24 جرام. الرقم ده لتر، ده 1 مول. ال 1 مول من اي جاز قلنا ب 22.4 لتر. 22.4 لتر 1 مول اهو، وهو 1 مول اهو بس خلاص. يبقى انا عايز اجيب الاكس، شايف الرقم ده، تايمز الرقم ده ديفايدد الرقم ده. كده هقدر اجيب الماس اوديها فين؟ احطها هنا. لو الاكس اللي هي الماس طلعت اكبر من 3 يبقى عندك حاجه غلط، لان المفروض المغنيسيوم جزء من ال 3 دي. فاكر الحاله اللي كنت راسمها لك؟ كنت بقول لك 3 جرام المغنيسيوم معاه امبيورتيز، فما ينفعش الجزء يطلع اكبر من الكل. دي حاجه كده انا بتشكت وانا بحل، عشان لو الاكس طلعت اكبر من 3 براجع على حساباتي تاني قد يكون عندي حاجه غلط. فلما يكون عندي جزء جوه كل عايز اجيب برسنت الجزء، ماس الجزء على ماس الكل واضرب في 100. حاجه واضحه جدا بس عشان هنحتاجها فقلت احل عليها. خلاص. لا مش هنضيع وقت، خلينا في الحصه اصلا. تمام. كل الاسئله المقاليه دي انا علمت لك على حاجات معينه منها، هتحل اللي علمت عليه بس بعد اذنك. خلاص انا بس عايز اوصل لبروبلم. ايوه هي دي هي دي، عايز اشرح لك دي. بص يا سيدي، بيقول لي calculate the volume of water added، احسب كمية المية اللي ممكن اضيفها على 200 ملي، اظن ده volume، from sodium hydroxide solution concentration بتاعها 0.3 to be diluted to concentration 0.1. الله استنى بقى، ده في concentration first هنسميه M1، وهو لما هيحط شوية مية اللي عايزنا نحسبهم دول. انا كان عندي 200 ملي صوديوم هيدروكسيد تركيزهم 0.3، حط شوية مية فالconcentration رقم 2 بقى 0.1. عايز اعرف شوية المية اللي اتضافوا دول كام.
كان عندي 200 مللي صوديوم هيدروكسيد سولوشن الكونسنتريشن بتاعهم 0.3 تمام، حط شويه ميه عليهم فطبعا خففهم كده فالكونسنتريشن هيبقى ثابت ولا هيتغير؟ هيتغير هيقل. قال لك قل بقى 0.1، عايز يعرف شويه الميه اللي اتضافوا دول كام. تمام شايف الرسمه؟ بص يا حبيبي، هو كان حاطط هنا 200 ملي ان اي او اتش سولوشن تركيزهم 0.3، غير اللون. حاضر، راح حاطط شويه ميه، فلما حط ميه اكيد الكونسنتريشن بدل 0.3 هيقل. قال لك قل بقى كام؟ بقى 0.1، فهنسمي ده M2 وهنسمي ده M1. عايز يعرف شوية المية اللي اتضافوا دول كام؟ اجيبها ازاي دي؟ اقول له بص، الكونسنتريشن 1 قبل ما نضيف المية هيساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم 1 قبل اضافة المية. الفوليوم 1 قبل اضافة المية 200 ملي، بس قسمتها على 1000. كونسنتريشن 1 0.3، كده اقدر اجيب النمبر اوف مولز. جبت النمبر اوف مولز طلعت 0.06 مول. افهم دي بقى، هو لما حط ميه هل ال 0.06 مول زادوا او قلوا؟ هتقول له يا مستر قلوا. قال له ليه يا ابني؟ انت حاطط معلقه سكر في كوبايه ميه، جيت زودت ميه، هل معلقه السكر هتنقص؟ هي ما زالت معلقه بس تركيزها هو اللي قل. يعني ايه تركيزها قل؟ بدل ما كانت معلقه دايبه في كوبايه اصبحت معلقه دايبه في كوبايتين. ايه معنى الكلام ده؟ يعني المفروض النمبر اوف مولز اللي انا حسبته ده ما يقلش، ده ثابت. عشان كده هقول له ايه؟ كونسنتريشن 2 اللي هو M2 الكونسنتريشن الجديد هيساوي النمبر اوف مولز اللي هي كونستانت، شايف ال 0.06 اهي زي ما هي، على الفوليوم الجديد. طبعا الكونسنتريشن الجديد هو قال لي كام؟ اهو قال لي 0.1. ايه الفوليوم الجديد ده؟ ده الفوليوم رقم 2، ده الفوليوم بعد اضافه الميه V2، يعني ال 200 مللي دي بلس الميه اللي اتضافت اللي انا عايز احسبها. فلما عوضت طلعت ال V2 ب 0.6 لتر، يعني 600 مللي. يعني بعد اضافه الميه اصبحوا كل دول 600 مللي. اشيل منهم 200 مللي اعرف الميه اللي اتضافت ولا لا؟ يبقى لو انا عايز اعرف الميه اللي اتقادت 600 مللي ماينس 200 طلعت 400 مللي. تاني كده انا عايزها بالرسم، انت الرسم يوضحها لك، بس عايز صفحه فاضيه شويه، عايز صفحه فاضيه. استنى بص يا سيدي، مكان اوسع شويه اهو، ولا تزعل ما توسع بقى. اوكي، بيقول لك انا عندي كوباية، تمام، عايز خط تقيل فيها، اسمع، فيها 200 ملي NaOH solution تركيزها 0.3. حلو، راح حاطط شوية مية عليها، مية، فطبعا لما هيحط مية اكيد الكونسنتريشن هيقل. بيقول لك الكونسنتريشن بقى 0.1، خلي بالك ده M1 concentration 1 لكن ده M2 concentration 2. اعمل ايه؟ عوضت انا هنا، قلت ان الكونسنتريشن بيساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم اللي هو 200 على 1000، والكونسنتريشن عندي اللي هو 0.3، فلما حليت طلعت النمبر اوف مولز 0.06 تقريبا. خدت انا النمبر اوف مولز دي، شايف، خدت اشتغلت بيها هنا على كل ده بقى. الكونسنتريشن الجديد اللي هو 0.1 بيساوي 0.06 على الفوليوم الجديد اللي انا مش عارفه.
تمام؟ فطلعت الـ V2 بـ 600. الـ V2 يعني كل الكمية دي طلعت 600 مللي، والـ V1 كام؟ 200 مللي. يبقى المية، يبقى الـ volume of added water، فوليوم المية اللي اتادت هيساوي ايه؟ 600 minus 200. لا بالراحة كده يا مستر، انت ليه بتعيد وتزيد؟ بقول لك يا ابني قانون المولاريتي ده قد ايه مهم. تاني، شايف الحالة دي؟ هي يا سيدي هوسع شوية، كان حاطط فيها 200 ملي NaOH solution 0.3 الكونسنتريشن. يلعب غير لون القلم، عايز اخضر، راح حاطط شوية مية، دي شوية المية اللي اضافت، هل هيفضل الكونسنتريشن زي ما هو؟ قال لك لا، هيبقى 0.1. طب الفوليوم زي ما هو ولا زاد؟ فضل الاخضر ده V2. فلما حسبنا الـ V2 بالقوانين اللي عندك طلع 600 مللي، يبقى المية اللي اتضافت اللي أنا عاملها بالأخضر دي، يبقى المية اللي اتضافت 600 اللي هو إجمالي الفوليوم ماينس 200، فطلعت 400. ما ينفعش تتعاد تاني، إحنا شغالينها باللو العظيم جدا، اللو المهم جدا اللي هو لو المولاريتي. المولاريتي او الكونسنتريشن بيساوي النمبر اوف مولز على الفوليوم. هو لما حط ميه النمبر اوف مولز كونستانت، بس خلاص مش هينفع اقول تاني. تمام، ده الفوليومتريك اناليسيس اللي انا قلت لك انا شرحت جزء النظري بتاعه، هتذاكره بس تحل، لا كفايه عليك شابتر 1 وشابتر 2 الاكزام بتاعهم. ما تنساش ان في جوائز للفول مارك او للدرجات العالية، تمام؟ لان انا عامل امتحان بشرط ما حدش يجيب الفول مارك، فسواء جبت الفول مارك او جبت درجة عالية ان شاء الله ليك جايزة. بعمل الكلام ده ليه؟ عايز اشجعك على مذاكرة شابتر 1 وشابتر 2، تمام؟ طيب في حاجة بقى، هومورك الفيدباك زي ما قلت، بعد اذنك حل الارقام اللي قلتها بس، تمام؟ مستر انا اشتغلت في الاكزام وما ذاكرتش جزء الفيدباك كويس زي بعضه، بس اهم حاجه قبل ما تجيلي الحصه الجايه الجزء النظري اللي اتشرح في الفوليومتريك اناليسيس تذاكره كويس. مش مهم عندي تذاكر الفيدباك كويس، لان هشرحها لك تاني وتالت ورابع، القوانين اللي فيها هستخدمها كتير. انا مهم عندي بعد ما تفرغ من الاكزام قبل ما تجيلي الحصه الجايه تقرا الجزء النظري اللي اتشرح في الفوليومتريك اناليسيس، هفكرك بيه على السريع وهخش على حل البروبلمز على طول. تمام، اهلا بيكم، اشوفكم الاسبوع الجاي في شرح الفوليومتريك اناليسيس الحصه قبل الاخيره في شابتر 2 ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.